لحظة يا أنسي، يا أنسي، يا أنسي، شوفي أنت ليش ما عم تحاكيني؟ أنا سبق وقلت لك إني غلطت وعملت مثل ما بدك واعتذرت منها وعم بعمل كل شي بدك يا، بس على القليلة احكي معي. أنا ما رح أتحمل إنك تضلي هيك ساكتة. راجول، اعتذار ما بيصلح الشي اللي عملته أبدا. أنا بعرف إنه أنت اعتذرت من سوميترا، بس شو مشان عائلتك؟ يا أنسي، كيف رح يكون شعورهم بعد ما خدعتهم؟ عندك الجرأة إنك تقلن الحقيقة؟ جاوبني. بس أنا اللي انجرحت أكتر حدا فيهم، شو مشاني راجو؟ وحتى خبيت عني وما كنت تقلي عن مرضي، معقول بس لأنه الدكتور هو اللي قالك تخبي عني ولا مشان ما تصدمني؟ بس الحقيقة هي إنه أنا بهالحالة من وراء تصرفك. هاد يا أنسي، بترجاكي لا تحكي هيك وتلوميني، لا تقولي أبداً إنه الحق علي أنا. إذا بيصر لك أي شيء أنا بموت وبقتل حالي كمان. راجو، جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.